بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم في المؤتمر الـ 12 لقسم أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي كلية الطب جامعة الإسكندرية، اللي بيقام تحت رعاية الأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور وائل نبيل عميد الكلية، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض المخ والأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب. المؤتمر برنامجه السنة دي متميز، وقدر يحصل على أكريديتيشن أورز 24 أورز من الأمريكان أكاديمي فور اكريديتيشن، واعتقد ده هيدي ثقل علمي متميز للزملاء المهتمين. البرنامج السنه دي متميز، بيقام على مدى 3 ايام في فندق هيلتون جرين بلازا في سموحه في الاسكندريه. هنتعاون فيه مع اقسام المخ والاعصاب بالجامعات المختلفه على مستوى مصر، وهنتعاون فيه مع الاقسام المختلفه في الكليه بوحدتها المختلفه. احنا اليوم الاول بنحاول ان احنا نغطي في الجزء الجنرال في التعاون مع الوحدات والاقسام المختلفه للكليه، ولذلك احنا بندعو مش زمايلنا بس في امراض المخ والاعصاب والطب النفسي، لا، احنا بندعو الزملاء من امراض البطنه والاطفال وجراحه المخ والاعصاب والطوارئ والطب الحرج، لان اليوم الاول بالذات كمان هيتميز ان احنا هيبقى في مواضيع اندوكرينولوجي وديابيتولوجي وديرماتولوجي وفثالمولوجي وكريتيكال كير. فندعو الزملاء في الاقسام المختلفه ان هم يحضروا معنا ان شاء الله، وهيسمعوا ما هو جديد ابديتد زي ما تعودنا كل سنه. اليوم الثاني هيكون في ابديتس في مواضيع مختلفه للنيورولوجي. تعودنا في جامعه اسكندريه ان احنا نوصل الزملاء اللي بيحضروا ككونتينوس ميديكال ايديوكيشن الابديتس في كل تخصص من فروع الامراض المخ والاعصاب. هيبقى في سيشنز متخصصه على نيوروماسكولار ديس اوردرز والبيدياتريك نيورولوجي والستروك والموفمنت ديس اوردرز والابيلبسي والديمونيتنج ديس اوردرز. عندنا ورك شوبس متميزه في اليوم الاول واليوم الثالث عن السليب ديس اوردرز وعن الهيدكس وعن التشايلد سايكاتري والبوتكس هاند اون، ويمكن دي جديده هيبقى في هاند اون اكسبيرينس غير الورك شوب نفسه. اعتقد ان شاء الله السنه دي المؤتمر هيبقى متميز جدا، وهيسعدنا ويشرفنا حضوركم جميعا ان شاء الله.